السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم معلومة كل يوم. في هذا الفيديو سنستعرض إحصائيات القناة كما عودناكم، كل 150 فيديو نقوم باستعراض إحصائيات للقناة من مشاهدات ووقت المشاهدة وأرباح ومشتركين إلى غير ذلك من الإحصائيات. تابعوا معنا، ندخل إلى منصة جوجل كروم ونذهب إلى قناتنا على اليوتيوب. عند الدخول على القناة نشاهد هنا الفيديوهات، لدينا إحصائية 749 فيديو، سنقوم بعمل إحصائيات بعد وصولنا إلى هذا الرقم. أولا نذهب إلى تابلو بور، نرى أن عدد المشتركين وصل إلى 10506 في ارتفاع قدر بحوالي 300 اشتراك جديد على آخر فيديو من هذا النوع. طبعا هنا المشاهدات في ارتفاع وكذلك ساعات المشاهدة في ارتفاع. هنا نجد الثلاث فيديوهات الأكثر مشاهدة في آخر 48 ساعة. نذهب إلى فيديو، عدد الفيديوهات، لنرى أن عدد الفيديوهات هو 750 فيديو. نذهب إلى ترتيب الفيديوهات من حيث عدد المشاهدة، نجد أن هناك عديد الفيديوهات الألفية التي تجاوزت 1000 مشاهدة. نجد منها 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 فيديو وصل إلى 1000، 16 فيديو تجاوز 1000. نذهب إلى إحصائيات القناة. الإحصائيات العامة للقناة كما نشاهد هنا، عدد المشاهدات في آخر 28 يوما بلغ 25000 مشاهدة، عدد دقائق المشاهدة بلغ 425 ساعة بارتفاع كبير عن آخر 28 يوم، المشتركين هم طبعا في ارتفاع مستمر وليس ولا وجود هناك لانخفاض كما سبق وشاهدناه في الفيديوهات السابقة. هنا الأرباح، الأرباح فيها حكاية سنقوم بحكايتها الآن، مشكل وقع لي في القناة. نذهب إلى كوفرتور، كوفرتور نجد أن ليزامبريسيون أي من شاهدوا الصورة المصغرة لقناتهم 243 ألفا بانخفاض ضئيل عن آخر 28 يوم، أي أنا كنت في عطلة انقطعت عن القناة لمدة 25 يوما لم أقم بتحميل فيديوهات، ومنه ليزامبريسيون يكونون ثابتين على الأقل. تود كليكس أي الضغط على الصورة المصغرة للفيديوهات هي 8.7 بارتفاع كبير عما كان عليه في الفيديو السابق الذي كان يقدر ب6%. نذهب إلى انجاجمون، فيه عدد ساعات المشاهدة، ونرى أنها تتراوح بين 17 ساعة وحتى 11 ساعة كأدنى تقدير. عدد الفيديوهات الأكثر مشاهدة، من حيث عدد دقائق المشاهدة، وهنا عدد الفيديوهات التي شوهدت من طرف الصورة المصغرة التي تظهر في آخر الفيديوهات. نذهب إلى أوديونس، أي الجمهور، لنرى الجمهور هنا، هذا المخطط يبين الأوقات التي تتم فيها المشاهدة أكثر من أوقات أخرى. طبعا هي السادسة صباحا وما جاورها، لا توجد هناك مشاهدات أو على الأقل مشاهدات ضئيلة جدا، في باقي الأوقات هناك تحسن كبير في المشاهدات. الدول التي تشاهدنا نجد بنسبة ساحقة، بنسبة قاربت 43% من الدولة الجزائرية. العراق تشاهدنا بنسبة 11.5%، تليها
مصر بحوالي 10%، والسعودية بحوالي 9%، ثم يأتي المغرب الشقيق بحوالي 5%. عدد المشتركين في القناة الذين يشاهدون فيديوهاتنا هم 1.3% فقط، أي 98.1% من مشاهدي قناتنا ليسوا مشتركين. الشريحة العمرية التي تشاهد قناتنا بكثرة هي شريحة بين 18 سنة و34 سنة بنسبة قدرت ب70%. بالنسبة للجنس المشاهد لنا أكثر فهو جنس الرجال بنسبة 72.3%. نذهب إلى ليرفيني. ليرفيني وهي الإحصائية الأهم في القناة. طبعا نجد هنا أن الأرباح قدرت ب1.81%. عندما نرى الأشهر السابقة، نجد هنا أن شهر جوان وشهر جويليا انخفاض في عدد الأرباح ناتج عن سحب الأرباح من طرف شركة يوتيوب، لا ندري لأي سبب كان. فهنا كانت لشهر جوان قاربت $3، أي كانت 2.90 دولار، وهنا في شهر جويليا كانت 3.2 دولار. في بداية كل شهر تم نزع هذه الأرباح، لا نفهم لماذا لحد الآن. قمت بمراسلة اليوتيوب ولكن بدون إجابة. شهر أوت لحد الآن هو الأرباح وصلت الدولار و0.3. هنا نجد الفيديوهات الأكثر ربحا للقناة. نذهب مثلا إلى آخر مثلا أرباحي في سنة 2020. هنا أرباحي في سنة 2020 نرى صعود ونزول عادي للأرباح هنا وهناك، ولكن عند وصولنا إلى يوم 1 جوان 2020 حدث هناك هذا. من 1 جوان إلى غاية 22 جوان تم نزع هذه الأرباح، فهي كانت في صعود عادي كما الأشهر السابقة، ولكن شهر جوان ظهر فيه هذا الخطأ ولا ندري لماذا لحد الآن. كذلك في شهر جويليا ابتداء من 6 جويليا رأينا نزع لهذه الأرباح حتى إلى 25 جويليا، لا ندري، هذه الأرباح نزعت بين يوم وآخر. مشكل في اليوتيوب، طبعا راسلته لعدة مرات ولكن بدون جواب. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نرجو أن يكون قد أعجبكم. إلى أن نلتقي في فيديو آخر عند وصولنا إلى 900 فيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.